إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها واستغلال لمعلومات واردة إلى أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة عن وجود مخزن للمواد الغذائية غير مصرح به لدى مصالح مديرية التجارة، أين تم العثور على كمية معتبرة من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك المتمثلة في 39.5 قنطار من مادة بودرة الحليب المجفف الموجه لإنتاج الحليب المدعم من طرف الدولة، يظهر عليها الوسم منتهية الصلاحية منذ تاريخ 11/5/2022، كما تم حجز 42 قنطار من مادة السميد الممتاز من القمح الصلب وأكثر من 32 قنطار من مادة الفرينة نوع كوثر. على إثرها تم التوقيف المشتبه فيه الرئيسي وحجز هذه المواد ذات الاستهلاك الواسع من فتح تحقيق مع فتح تحقيق في القضية من أجل جنحة المضاربة والاحتكار بطريقة غير مشروعة.